السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطية جديدة على الهواء مباشرة من داخل اروقة معرض بغداد الدولي للكتاب. بالتأكيد احنا اليوم راح نكون وياكم ونشوف الناس اللي موجودين هنا وايضا دور النشر اللي مشاركة اكثر من 350 دار نشر بمعرض بغداد. والايام الاخيرة شارفت على انه ينتهي المعرض خلال هذه الايام، لكن بالتأكيد انه شفنا هواي من الناس اللي موجودين من بغداد، من باقي المحافظات، من اجل انه المشاركه بالمعرض وزياره المعرض، خصوصا وانه يعني كل الاشياء هنا اللي موجوده بمعرض بغداد الدولي لطيفه من ناحيه دور النشر اللي موجوده، وبنفس الوقت نوعيه الكتب وكذلك حتى الاسعار وما شابه ذلك. خلينا نشوف الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابتسم. والله فرحانين، يعني اجواء حلوه وطيبه وما شاء الله دور نشر كثيره، يعني حبينا نستطلع ونشوف. يعني اليوم اول مره تجون؟ والله جايين قبل يعني، بس هذه الدوره. اي هاي الدوره اول يوم نحضر ان شاء الله. اول دوره هي. يعني اول مره تجي؟ اي نعم. شلون شفت دور النشر خصوصا انه اكثر من 350 دار نشر، بعضها عراقيه عربيه؟ نعم. والله شفت كثيره، يعني دور نشر كثيره، واكو دور نشر يعني جديده اول مره ظاهر الشارك. اي اكو دور نشر يعني اول مره اسمع باسمها، يعني يعني مشاركات كثيره، واكو منها يعني متنوعه، يعني حتى يعني مو بس عربيه، يعني اجنبيه. اي نعم. مبادره اقرا تدري بها ولا؟ مبادره اقرا، اقرا التعليم مال وزاره التعليم، مراسل الوزراء اللي قائمه عليها حاليا وزاره الشباب والرياضه. راح ادليكم بموضوع يخدمكم. تروحون وزارة الشباب تلقون باخر شيء على اليمين، تعطوهم جنسيتكم او الهوية مالتكم، ينطيك بدالها كابون قيمته 25,000 دينار عراقي، بامكانك تشتري به كتب تاخذها مجانا. مجانا. حلو، شكرا. هاي خوش معلومة. جيد. ولا شامو. تفضل. يعني اذا اردنا نعلق عليها خصوصا انه شبابنا دعم كلش طيب هذا، يعني يعني لانه اكو كثير من يجي هنا يجوز يقدر ما يقدر يشتري هواية، يعني تعيق الماده، فهاي المبادره طيبه جدا وجميله، يعني ما راح يطلع فارغ اليدين من المعرض هذا. اذا اشترى بس بهذا المبلغ يعني كتابه وكتابين راح اكيد ينتفع بمبادره كلش طيبه وحلوه. يعني هاي المبادره اليوم ما حد يطلع خالي اليدين، خصوصا انه حتى من تجي هنا للي ما يريد يشتري كتاب راح يشوف هواي اشياء، هواي اجواء طيبه. اكيد مجرد اطلاع على بعض العناوين، يعني اطلاع على عناوين الكتب، على يعني موضوعات جديده، هذا تزيد من ثقافته ومعلوماته، يعني هذا شيء طيب. اجواء القراءه واجواء هاي المكتبات هي كافيه عليه. اي مو شرط. مشتاق لها من ايام الدراسه ما قارب. لا زلنا ندرس، احنا لا زلنا طلاب الحمد لله، بس احنا هسه نحكي اني والدكتور، هذا اثر سلبا على ال من يا ناحيه؟ من كل النواحي، يعني هسه ما مستفاد من عنده فقط اللي عنده شغل بي ضروري، يعني وانما تشوف الاغلب هسه حتى احنا دا نحكي انا والدكتور دا نحكي انه ناخذ ايبادات بحيث السعه مالتها عاليه حتى نقدر نحمل كتب البي دي اف، بحيث اوقات الفراغ ما نقضيها ببرامج ما بها فائده، انه بحيث تقرا بيها ممكن باي وقت انت عندك فراغ. هسه احنا حتى يعني وقت الفراغ مرات ابسط مثال، لا هسه احنا ك يعني جسمه مرات فراغ انت تقعد ما عندك شيء، تروح تواصل وما شنو، تروح مرات مو تواصل بفائده يعود لك نفع، سواء علمي او سواء اجتماعي مادي، ما مضيف لك شيء، تواصل ليك حشاك انت يعني شيء تافه. انتم اليوم يعني بما انه نجي طيبين، خلينا نسميكم دكتور، الكتب يعني دائما لها فد ميزه خاصه بالاوراق تقراها، بين القراءه بالبي دي اف وبين القراءه الورقيه. شكل القراءه بالكتاب ما تعادلها شيء، يعني هذا بديل، يعني خلينا نقول اضعف الايمان، بي دي اف اضعف الايمان يعني، لكنه الكتاب الورقي ما يغني عنه غيره، يعني وتعيش وياه، مو فقط انه راح تاخذ منه معلومه، يعني مجرد تعيشوا يا جو اجوادنا منه بكثير، لكن لا شك الكتب هو الاصل. يعني انا اذكر كلام احد اساتذتنا اللي درسونا قبل، هو من جيل الطيبين على قولتك، يقول كل يوم انت تبتعد عن القلم الرصاص والكتاب يبعدك عن العلم 10 ايام، كل يوم اليوم 10 ايام يبعدك عن العلم. فيقول انا حتى لو ما يعني مالي خلق ومريض او يعني
حتى لو بس أخلي القلم الرصاص يجري على الكتاب في سبيل أنه أنا أبقى متعايش. وهاي إحنا جربناها. هسا أنت من تترك صعب ترجع، يعني خصوصا القراءة والكتابة زين. وإحنا هسا كتدريسين وش اسمه نشوف الطلاب بداية الموسم شوف بصعوبة، بحيث بالقوة أنت ترجع وترجع نفسك أنت الجو الدراسي، ترجع للكتاب، ترجع سواء الجو الدراسي، هذا كله بسبب الابتعاد. أي يعني فهذا الجو يخليك أنت تعيش جو علمي بحت. بين وصية الدكتور أو مقولة الدكتور وبين الآيباد اللي تريد تشتري، وين راح تروح؟ أنا بالنسبة لي عندي مكتبة بالوقت اللي فراغ وقاعد بالبيت مو طالع بالشغل، أنا عندي التزام أنا بنفس الوقت فلما قاعد أقرأ، أقرأ كتاب حتى لو كتاب أعيده مرتين ثلاثة حتى لو ما عندي شيء. المهم أنت تبقى متواصل. وإحنا المشكلة هسه الآيباد واللابتوب بالسيارة على 24 ساعة، وين ما تقعد تفتح ال... هي حياة الأساتذة والتدريسين. اي الأفضل ترجع البيت صحيح وراك. اي هذا لا شك، بحوث وراك تصحيح وراك يعني خبرة علمية وراك يعني أصدقاء وأحباب يراسلونك يريدون من عندك، فيعني الحمد لله عايشين الأجواء الحمد لله. شكرا أنا مبارك، شكرا عيوني على راسي. نعم مشاهدي الكرام، بالتأكيد أنه القراءة بالورقية تختلف بشكل كبير عن قراءة البي دي اف. الله الله، صباح الخير، مساء الخير، حياك الله على اسامي شرف الأناقة. الله يحفظك انت الاجمل. الله يسلمك. كتابك؟ اي الحمد لله. اي الله يحفظك. وقعت جديد ان شاء الله حاليا وقعة اليوم. اي بالتوفيق. سولف لنا عليه، خلينا ننتهي فرصه. كتاب اسمه اكسبلوريشن ليتري ديمينيشنز A comprehensive guide to understanding, analyzing and comparing literature. طبعا هذا الحمد لله يعني دكتور نبراس تدريس بالجامعة العراقية كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. الحمد لله كتبت في هذا الكتاب، طبعا صار لي بما يقارب سبع سنوات في هذا الكتاب. الحمد لله ما يقارب 706 صفحة. هذا الكتاب يشمل كل ما يحتويه الأدب من مقدمة فيما يخص الأدب الإنجليزي، ما يخص الرواية، مسرحية، نقد، شعر، ما يقارب يعني تم ذكر به اكثر من نوع الادب. الادب العربي اللي تقصد به الغرب؟ الادب الانجليزي. بالاضافه ايضا الى الادب المقارن كالادب الافريقي، الادب الاسترالي، كلهم به الحمد لله وشكر. يعني كتجارب لو اي طبعا بحر. يعني الحمد لله ان شاء الله قريبا تغيت على سباب وصل مساعد دكتور بالتوفيق. وين طبعت يا ميادر؟ الحمد لله في دار الحداثه للطباعه والنشر. نعم بالعراق. إيه نعم بالعراق الحمد لله. واليوم التوقيع إن شاء الله. إيه إن شاء الله اليوم. كم نسخة ما شاء الله؟ جاي أشوف زملائك. الحمد لله. تعال هنا تعال خلينا نبارك للأخ. سلمك يا عزك بارك فيك. شنو الكتب؟ أيضا طلبت اللغة الإنجليزية إن شاء الله على الابتداء يعني يكون على استمرارية بالقراءة والكتابة. اليوم كم نسخة طبعت؟ والله الحمد لله أنا طبعت ما يقارب بالستين نسخة كبداية أولية، لأن الكتاب 60 العفو نسخة، لكن الكتاب كلش واسع. 60 نسخة حاليا. أي لكن إن شاء الله هو الكتاب هذا يخص بالأساس يعني طلبة الدراسة الأولية، الماجستير، الدكتوراه، أيضا التدريسي، لأن هو ماكو شيء يعني بالأدب إذا ما ذكرت به. ما يقارب من أكثر من 500 مصطلح أدب إنجليزي. أي ما يقارب أكثر من 140 رواية ومسرحية وقصة قصيرة مشروحة به. أيضا أكثر التنوع اللي موجود بالكتاب، أكثر 140 كاتب أفريقي أمريكي إنجليزي، أيضا حتى هو ضمن كتاب العرب اللي كتبوا باللغة الإنجليزية. شنو التجارب العراقية اللي وضعوا؟ كاتب مثلا أمريكا وبريطانيا، فأي عمل أدبي موثوق باللغة الإنجليزية فهو يعتبر أدب إنجليزي. مثل سلمان رشدي، كتاب مثلا توني مورسون. هاي سلمان رشدي طبعا هندي لكن كتابات إنجليزية. أقول من العراقيين منو موجود بالكتاب؟ ما عندنا كاتب عراقي بصراحة كاتب باللغة الإنجليزية. أكو كاتبة حالين يزيدية لكن كتاباتها كلش محدودة جدا بصراحة، لكن احنا ذكرنا أكثر الناس اللي مشهورين اللي كتبوا باللغة الإنجليزية. الله يبارك فيك. شوف زملائك اليوم فخورين أنتم أكيد يعني. طبعا أستاذ أكيد. نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله الأعلى. طيب اليوم التوقيع؟ والله جيد إن شاء الله. هنا شنو؟ شاركوا أكو تحضيرات؟ والله أكو تحضيرات تقريبا يعني، وجينا هنا هم زيارة وهذا. لاحظ الأجواء كلش جميلة هنا ومع دكتورنا العزيز. دكتورنا الله يسلمك بارك بيك. أخوانك تدري اليوم شبه منك. الله يحفظك. لا ما يدن طلاب جامعتنا يعني بالجامعة العراقية وجامعة الإمام العظم وطلاب اللغة الإنجليزية. الله يحفظك يبارك فيك. توفيق دكتور وإن شاء الله نشوفك يعني بتوفيق وتألق
دائم. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمه. شكرا جزيلا، نعتز بهاي الذكرى، ويا ريت لو توقعنا عليها حتى نستلمها بعد الاسم. نعم مشاهدي الكرام، يعني انا بدوري اشكر الدكتور باعتبار انه يلا نصور باعتبار انه هدانا هاي النسخه، فان شاء الله يا ربي نحو الافضل دائما وابدا. وصراحة فرحين جدا انه احنا نشوف اليوم كتابنا ودبائنا ناشرين خصوصا انه الشباب، يعني انه يكون لهم ايش اصدار يستثمرون المعرض بهذا الشكل بتوقيع مؤلفاتهم واصدارها. يوم امس شفنا احد المحامين ايضا انه بهذا الجانب، وبقيه الناس اللي موجوده هنا خصوصا بدار النشر، باعتبار انه هاي الفرصه لا تعوض، وحدث سنوي يكون كل سنه وبايام وفتره معدوده. عاشت الايادي دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، تسلم لحبيبي، ربي يوفقك، انا اعتز بها. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، اذا بالتالي احنا اليوم مثل ما نسولف ونشيد انه بدور الناس اللي موجودين هنا، خلي اشيد بدور الاعلام واشوف انه زميلنا واستاذنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شلونك يا ابو زين؟ ان شاء الله والله الحمد لله. الاعلام هو احتياطي في شيء، يعني مهرجانات وفي شيء يعني احتفاليات، هو موجود دائما ان شاء الله حاضر. وهذه الدوره تميزت بشيء، يعني اول شيء المشاركه الواسعه للدول العربيه المهتمه بالثقافه، والرواد اللي يجون يعني بكثره، يعني كان هسه رواد يجون المثقفين الشعراء الكتاب. فالحمد لله هذه الدوره تميزت بهذه الميزه، واحنا نفتخر العراق بان ينهض من جديد علميا وادبيا، لان هذا الشيء فخر لنا. زين، ينهض شبابه، ينهض برجالاته، خصوصا انه ما شاء الله المواطن العراقي اليوم وعيه ناضج، المواطن العراقي اليوم رؤيته تختلف، مبدعين عندنا. اي هاي شلون نقول اندفاع والى الصير، يعني شلون يتشجع لان يقدم على هيك يعني منتديات، يقدم على هيك معارض، زين نشاطات، فشويه لتقويه الفكر. واهم شيء يعني مو بس القراءه، التطبيق. فعلا التطبيق، ولو تطبيق صعب. لا ما اعتقد صعب، اللي يريد شيء يعوف شيء. بعض الاحيان اذا ما اذا ما الانسان ما مخلي باله يم الامور العلميه او الادبيه، فشوفه يعني يجعلها بس للاطلاع فقط، ولكن التطبيق مع القراءه تكون مكمله للعقل، تكون مكمله لل. اليوم شو رصدت اجمل صوره؟ خلينا نقول انه شنو اللي الشيء اللي لفت انتباهك بالمعرض، خصوصا انا كل لاحظتك الايام الماضيه موجود هنا. موجود انا هنا، انا شغله هنا. انا الشيء اللي لفت انتباهك؟ لفت انتباهي الشباب، يعني بكثره يجون الشباب، يعني هذا شيء يفرح. هذا الشباب نشوفهم يجون، يعني هذا شيء يفرح احسن ما يروحون لغير امور. فيجوا هنا، هذا يجوز قد يكون هذا يجنبهم هواي اخطار. زين، اذا يقرأ لك كتاب او يسمع فد استاذ يتكلم. اعتقد من وجهه نظر انه حتى الشباب الباحه اللي صورناهم، يعني لا وجهه نظر وراي الاخرين، انه المبادره مبادره اقرا حثت الشباب. نعم، نعم، لتشجيعهم. نعم لتشجيعهم، صحيح. هذا هو هذا الشيء المهم، احنا هسه نحتاج هذا الشيء، نحتاج هذا الشيء. الشباب اهم، هي ثروه، ثروه للبلد وللمستقبل. فاذا انت قيمت هذا الجيل والنموذج قد قيمته، فانت راح شلون تطمئن للمستقبل. بس اذا يعني الامور تشوف متغيره، البلد هم يهتز شويه، اذا اهتز ثقافيا او ادبيا او علميا، راح يصير في خلل. بس من يصير هاي دائما هاي نشاطات مستمره، فاحنا نشوف احنا ان شاء الله العراق الى تقدم زين علميا وادبيا وثقافيا، وان شاء الله نسال الله التوفيق ان شاء الله الجميع. ندرب خدمتكم استاذ، خدمتكم بالتاكيد. انه اهم ما يميز المعرض بهاي الدوره، الدوره 24، هو تواجد الشباب اللي موجودين هنا. يعني ما شاء الله اعداد من الشباب والعوائل، لكن خصوصا فئه الشباب متواجدين وبكثره، خصوصا انه مبادره اقرا شجعت الناس. يوم امس بعد ما صورنا وياهم وحكينا وياهم، انه المبادره هواي اضافت لهم ويعني شجعتهم اكثر، خصوصا انه الناس اليوم اللي يجون هنا باعمار مختلفه و
بتخصصات مختلفة. خلينا نشوف هاي الحلوة. شلون مسار. مسار، شو تسوين هنا؟ أريد أشوف يعني هنا كلش حلو. إيه اليوم أول يوم جيتي؟ إيه. أنت يوم جاي؟ أنا وأخويا وأختي. زين، تغيرين جو لو تدورين على كتاب؟ لا تغير جو. زين، ما لقيت شيء حلو هنا يخص دراستك؟ يعني هواية أشياء حلوة. شنو هوايتك؟ إيه. رسامة؟ لا ما أعرف. كاتبة؟ إيه. يعني ايه هواية كتبين؟ تياصم رابع ابتدائي؟ ايه. حلو، شلونك بالعربي؟ زينة. وبالرسم شلون؟ والله ما اعرف ارسم. يلا شوفوا باكر هنا موجودة؟ ان شاء الله. وبس اليوم؟ لا والله ما اعرف حسب. اكو مبادرة هناك بالبداية بوابة الدخول. ايه. راح تلقين ازدحام شوية، زخم صاير. ينطون كابونات. قالوا خلصانات. لا موجودات. تاخذين بيوت تشتريش كتاب؟ جابوا هسه؟ ما رسم حتى تقوين؟ اي جابوا هسه؟ روحي تلقين هناك. شكرا. يلا نشوفك بخير. نعم مشاهدي الكرام، يعني المفرح انه مو فقط الشباب موجودين بقدر ما انه حتى الاطفال موجودين هناك. استاذنا السلام عليكم. السلام. مرحبا. اهلا وسهلا. تعرف انه اكثر شيء مفرح بالمعرض انه الشباب موجودين بكثره، اطفال جايين نشوف، يعني اكثر من الكبار السن. اي طبعا والله، يعني تدري اغلب الناس الكبار السن باعمالها ومهنها. انا ساني جيت من الدوام لان الاولاد اللي يجون يعني الله يسعدك، هم عندهم شغف بالقراءه الحمد لله. والله هذا يعني اهم شيء القراءه، لان هسه هذا تدري عصر الانترنت والتكنولوجيا، يعني من النادر اشوف اطفال يعني او شباب. ما نفرح نشوف الشباب واقف على الكوبونات هاي. وهي مبادره حلوه طبعا مال اقرا، يعني تشجيع للقراءه، يعني هي شغله بسيطه يعني. صحيح 25 بس هي زينه، مبادره حلوه بالنسبه 25 ل 3000 شخص او 4000 شخص طبعا. وهي خطوه تشجيعيه يعني والله حلوه. يعني هاي اول سنه نشوفها، يعني اول معرض من نوع. يعني دائما المعارض نجي بيها، بس هذا اول معرض نشوفه، يعني في مبادره طيبه. هذا ابني طبعا سال. اول شلونه سال العزيز؟ بابا ويانا اليوم. الله يحفظك. ابنك عنده رواية. اي نعم. ولا قد يعني صدرها لو بعد؟ صدرت. عنده رواية. شلونه؟ رفع الخلود. بالتوفيق. شنو شو وقت كتبتها؟ شو وقت صدرت؟ اي الرواية تمت العام نزلت. من افعى الخلود، اسطورة مقتبسة من ملحمة قلقامش. من ملحمة قلقامش. مقتبسة من ملحمة قلقامش اللي تحكي عن سر الخلود. واللي بختامها انتهت باكل نبتة الخلود من قبل الافعى. عشبة الخلود انتهت بهذه المسيرة. فاني اقتبست منها بعد قراءات واكتشافي لها، اقتبست منها خليتها باحداث مغايرة، شخصيات مغايرة، حبكة قصصية الى ان انتهت. حلو. والعام صدرتها له هاي السنة؟ العام. العام يعني وقعت؟ السنة وصلت الطبعة الثانية. هذا اول مؤلف لك؟ اول مؤلف نعم. زين. اشوف الوالد يعني اليوم حلو بيكون ابنك ربي يحفظه انه بهذا العمر ومهتم بهيك اشياء بالكتابه ويكون له مؤلف. اي الحمد لله طبعا. والله انا هم يعني تشجيع له، هو يعني الحمد لله اسوي له طبعه ثانيه طبعا له. نعم. بس يعني تاخرت بسبب دار النشر، هي كامله جاهزه. نعم. كامله، بس هو يعني على اساس تنزل، بس ما نزلت بهذا المعرض، تنزل على المعرض الجاي ان شاء الله. ما لحقته؟ والله هي كامله، بس ما اعرف هو دار النشر ما مشارك. دار النشر ما مشاركه بمعرض بغداد، دار اولد بوك. اولد بوك بإدارة كاتب يوسف عزاوي. اي نعم. مشاركون بمعرض العراق. زين، بالنسبه للمؤلف وهذا اللي صدر نزل من العام، انه بال 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 بالاسواق شلون المبيعات؟ الاسواق كانت يعني متوسطه بالنسبه يعني الوضع البلد الثقافي، يعني القارئ العراقي بصوره عامه ما يتجه للكاتب العراقي. ليش هو مطرب الحي لا يضرب؟ يعني غالبا مثل ما يقولون انه لبنان تطبع، مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرا. فالكاتب العراقي ما له شعبيه قويه انا اشوفه الا البعض طبعا. يلا اتمنى لك التوفيق. اكو شيء تحب تضيفه؟ يعني لك هاي وقطعها هسه وتحط لي اياها. الي الشرف. انا اتشرف طبعا، اتشرف من اشوف الشباب
يعني شبابنا في هذا الوعي حريصين جدا على الكتابة والثقافة، خصوصا أنه يستثمرون هيك معرض اللي هو هذا المعرض هو معرضهم، يعني خصوصا أن الشباب العراقي قادة المستقبل، وفرحين جدا أنهم يشوفوا هيك. الله يحفظه لك. الله يسلمك حبيبي. الله يحفظ لك بابا إن شاء الله. الله يحفظك، تسلم إن شاء الله. نشوف مؤلف ثاني. شكرا جزيلا. وقع لي هذا. شكرا جزيلا أستاذ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا. أهلا، الله يخليك. الله يسلمك. والدت سألت. والدته طبعا. يلا أوكي بعد أحسن. إنه اليوم ابنك وما شاء الله الوالد ما مقصر. شنو نوع الدعم اللي ممكن تقدميه له حتى يبدع في مجاله؟ والله هو يعني احنا كأسرة عراقية نحب القراءة، يعني أنا من والدي كان يشجعني، فأني ووالدي هم شجعناهم كلهم، يعني من أخته الكبيرة لهم وأخته هم يعني شجعته ودعمته، فهو شاف بالقراءة فد عالم خاص، يعني حتى انسحب من عالم الطلعات والهاي، يعني حتى بالعائلة يعني هو يحب هاي القراءة والمطالعة بكل أنواع الكتب، يعني كل أنواع مختلف المواضيع. ممكن حتى انطوائي يكون في هاي الفترة. لا هو مو انطوائي، يعني فترة الكتابة منعزل، يعني فترة الكتابة هو بالليل، هاي فترة الليل ياخذوها غالبا، فهو بدأ يكتب، صارت عدة محاولات، بدأ ياخذ رأينا وهاي شجعنا والله، يعني شفنا فد شيء حلو، يعني عنده فد خيال حلو، فشجعنا طلع أول كتاب، وهسه ثاني كتاب إن شاء الله همينة ثاني رواية إن شاء الله. الله يوفقه والله يخليكم له. شكرا جزيلا. الله يسلمك. نعم مشاهد الكرام، بالتأكيد فرحين جدا أنهم نشوف إيش طاقات شبابية بهذا الوعي أنه يكون لهم إصدارات ومؤلفات، لكن ناخذ فاصل وراجع لكم. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم بتغطيتنا لمعرض بغداد، وبالتاكيد انه يعني هاي الايام الاخيره بدات الناس تجي، اكو ديسكاونت صار لبعض دور النشر اللي موجوده بخصوص الاسعار، وكذلك انه اليوم الناس بدات تجي وتنتهز الفرصه ما شاء الله، واي حتى اطفال شفنا اليوم موجودين هنا. شلونك؟ تعال شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ زين. بوس يلا. شو اسمك؟ حسن. حسن انت وين من جاي؟ اهلي. ها جاي تدور كتب؟ اشتريت لو بعدني. يا كتاب الدور هذا؟ ما ادري. لو قرطاسية؟ قرطاسية. يلا بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي انه اليوم حتى الصغار موجودين هنا من اجل اقتناء القرطاسية وما شابه. حجينا الحبيب ورد الورود. السلام عليكم. شلونك عمو؟ شلون اخبارك؟ شكرا. تعبان؟ اه. ها؟ تعبك المعرض؟ يا حبيبي الناس ما شاء الله تعبانين، شلونك حاسس؟ مية الله يخليك. ليش هذا الخمول؟ يعني الانسان كل ما يكبر يتعب. مو شغلة خمول. هذا ربما جاي من الصبح او من الظهر. توني جاي. هسه جاي. يعني. حريت؟ لا والله بعدني، انا جاي على مود عندي توقيع كتابي دا اشوف. بالتوفيق، يلا ننتهز الفرصة. اهلا وسهلا بك. شو بالكتاب؟ خلنا نسولف بيه. والله انا الكتاب هو ديوان شعر. زين. اسمه هموم الذاكرة. هموم الذاكرة، ليش هذا العنوان بالتحديد؟ انت تسألني سؤال بالتشاب الحلو اللطيف. هموم الذاكرة. واكو مو كلها هموم؟ اي كلها هموم، بس انا ما عندي هموم يعني. اي انت ما عندك هموم، احنا عندنا هموم. هموم الذاكرة. همومنا كيف يكون مستقبلكم او مستقبل اولادنا، هذا الهموم مالنا. شايل همنا عمو. اي انا شك بعد. متزوج اثنين، اطلب الله بطلاب بعد. بس حقك والله عاد. اسمع مرتي والله العظيم ما تخليها تدخل يوم البيت. ليش؟ هموم الذاكرة. اي هو مذاكرة، وعندي كتاب اخر الجزء الثالث ايضا دا اليوم اسمه جلسات في دواوين المحبة. هذا مثل الكشكول. مش وقت بديت تكتب؟ بديت اكتب من سنة 1961 62. 61 بديت اكتب. أي. اول اصدار كان اول لك اصدار لا اول اصدار بعد 2003 كم مؤلف عندك؟ تسع دواوين شعراء واربع كتب مختلفه يا مجال. بالتاريخ كتبت كتاب عن الامام علي. الامام علي طبعا هذا كتاب عظيم وهذا شرف انه هون كتبت على الامام، وكتبت هذا جلسات في دواوين المحبه ثلاث اجزاء الجزء الثالث يوم، وكتبت اوراق من اغصان الذاكره مقالات وهذه الاشياء اللي كتبناها. انا يعني فخور انه ملتقي في شخص الله يحفظك.
وان شاء الله يا رب يزيل همومك. تسلمني. وتقدر تعال الفيس بس تكتب الشاعر عبد الجبار السنوي تطلع الجبار السنوي يطلع اللي يعجبك. هلال الله يخليك سنوي حبيبي. شكرا يا قناة. شكرا جزيلا. سلاما للايام. شكرا جزيلا. وان شاء الله كل ايامها سعاده ونجاح وتفوق. ان شاء الله كل ايامك بدونها. الله يسلمك. بالتاكيد انه شلونك حبيبي؟ شلون الاخبار؟ معدل الشباب اللي يجون هنا حلوين دائما بالمعرض. الله يسلمك. انت ذوقك احلى. الله يسلمك ذوقك. شنو هالكشخه الانار حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك. اول مره تجي؟ لا بالطبع مو اول مره. قصدي بالدوره مال 24 تقريبا ثالث مره. حلو. ويوم ويا كتب تشتغل؟ والله ممكن ايه حسب. شنو اختصاصك؟ بزنس اداره اعمال. دكتوراه اداره اعمال. لقيت انه الكتب اللي ممكن تخدم وتطور مجالك يعني اذا تريد مثلا شلون تقول تقيد الامور بانه لقيت فالكتب اللي موجوده شفت وطلعت مو لقيت شفت طبعا صفحت فيهم صفحت وقرأت عجبنا اكيد على يعني مستوى الطموح هذا اللي اقصده انا مستوى الطموح ودور نشر يعني معروفه وعالميه والاسعار تقريبا نوعا ما معقوله ديسكاونت خصوصا هاي اليوم الاخير موجود ديسكاونت نعم. اكيد الاجواء شلون عبرت يعني اجواء بغداديه وعوائل هاي السنه بالذات شفت اكو فد تغيير من ناحيه انه يعني الاعداد شفتها شويه نوعا ما اكثر من الدورات السابقه وشرائح مختلفه شباب وكبار الشباب يمكن الفئه الاغلب اللي موجوده هنا هذا اللي يميز هاي الدوره الحاليه اذا الجميع يتفق على هذا واضحه ويعني مرئيه يعني تكاد تكون ميزه هاي الدوره هي وجود فئه الشباب شكرا لك حبيبي شكرا جزيلا بالتاكيد ارجع واقولها انه اللي يميز هاي الدوره هو مشاركه الشباب باعداد كبيره جدا يعني شبابنا ما شاء الله يوميا متواصلين يوم بعد يوم اعدادهم موجوده متواصلين اكثر يعني حتى اللي جاي نشوفهم هنا ناس مهتمه بالقضيه مهتمه بالكتب المفرح انه نشوف اليوم كل الفئات موجوده سواء على كل الجانب يعني الجانب الديني الجانب الاسلامي شيخنا السلام عليكم ورحمه الله يعني وسهلا مرحبا الله يحفظكم ان شاء الله جزاكم الله خير عفوا الله يحفظكم بدايه نبدي انه اليوم المعرض يضم الجميع بثقافات متنوعه بجنسيات متنوعه مختلفه وهذا شيء جميل يعني يكون ببغداد يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قولي بمحمد وآله الطيبين الطاهرين الله يحفظك والله حقيقة أيها الأخوة يعني معرض بغداد معرض جميل يقام كل سنة يشمل جميع الطوائف والأديان من كل مختلف الجنسيات من العراق ومن مصر من نيران ومن دول الأجنبية هذا يهدف إلى تشجيع بالخصوص الشباب الله يحفظ شباب على القراءة لينتدى جنابكم القراءة مهمة أيها الإخوة الإنسان كما قرأ على مود يأخذ لفد موعظة بالقراءة وهذا الكتاب جميل مراجعنا الله يحفظهم يوصون بالقراءة وعلمانا يوصون بالقراءة والمحدثون يوصون بالقراءة والمثقفين يوصون بالقراءة فيقولون القراءة مهمة إلى كل الفرد مو إلا طالب العلم أو طالب حوزة بالأكاديمية بالكلية بالمتوسطة الإنسان إذا قرأ على مود يأخذ موعظة يأخذ كلام جميل استفاده ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه تخطر للرواية مضمون الرواية يقول ما كتب قر وما حفظ فر شوف يعني الإنسان إلى قر الإنسان كل ما يكتب فر الإنسان دائما تقرأ مو مثل ما تقيده في الكتاب وتقرا اكو فرق يكون سبحان الله شوف الله خليله فد عله يعني شوف يقول لك المعصوم سلام الله عليه يقول لك هذا تكتبه اكو فرق من تكتبه وتقيده وترجع تقرا ينحفظ عندك ليش؟ اها اما لا تاتي الى هذا الكتاب مثلا وتقرا تقرا الكتاب بس تقرا لا المعصوم يعني ما يقول لك مو بس تقرا الكتاب لا اكو تقرا وشنو بعد؟ وتدون احسنتم
فأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وبلاء. خادمكم الله يسلمكم، خادمكم اعتذر جدا على الإطالة، والله كلك بركة والله، أنتم الله يوفقكم، هذا عملكم يعني حقيقة جميل للإعلام. واجهة اتجاه هيك نشاطات، واجهة اتجاه يعني بالتالي هو مجتمعنا وإحنا جزء من المجتمع، هذا الإعلام حقيقة نصف الحرب كما يقولون، صح لو لا؟ يلا لا إن شاء الله، مو الحرب مشكلة، هاي حرب فكرية. الله يحفظكم إن شاء الله، لكم التوفيق. نعم مشاهد الكرام، أيضا بالتالي أنه هذا التنوع اللي جاي نشوفه، أنا أرجع وأقول وتعدد الجنسيات بالنسبة للعراقي ببغداد بالوقت الحالي مهم جدا، باعتبار أنه يعني الفترة الماضية اللي كنا نعيشها كبلد تخطيناها، نحن حاليا بتحديات جديدة، تحديات ثقافية و تحديات مختلفة. شلونك حبيبي؟ عمري يا هلا، الله يخليك ويسلمك. الله يسلمك. سولف لي عن انه هاي الايام الاخيرة اكو ديسكاونت صار، نسبة المبيعات، يعني مسوين نظام انه احنا اسعارنا كلها منزليها من اول يوم، مسوين تخفيضات بالاضافة الكوبونات اللي يعني عليها 5، تعرف الفكرة مالت المبادرة تقرا فهم عليها 5 من تخفيض. احنا لعب وسائل فكرية يعني وتعليمية. نعم بلي. للاطفال فقط؟ لا لكل الاعمار، يعني للاطفال اي اكو للشباب. ويقولون اللي يميز هاي الدوره تواجد الشباب بنسبه عاليه. اي صح. بالنسبه للاطفال خصوصا انه تمعدي بقضيه اغلب الاشياء. لا هو خب العائله بصوره عامه، احنا العائله تجي يعني الاب والام ويجون الشباب وتجي الاطفال وياهم. بصوره عامه كمعرض للسنه يعني كلش هوايه انه نسبه الشباب، نلاحظ يعني يمكن 80% نسبه الشباب اللي هي بالمعرض. بالنسبه للاطفال هي تجي عوال، اغلب العوال اللي تجي لهنا فتجي اطفالها وياها موجودين، هم يتونسون يشوفون الفعاليات والمشاركات اللي صايره ويستفاد من الكتاب، من الوسائل الفكريه والالعاب يعني اللي موجوده هم عندنا وعند غيرنا. الدور النشر اللي موجوده اليوم اي المشاركه الاولى هاي لك؟ لا يعني اللي يعني اي طبعا انا مشارك بالذيك اللي قبلها واللي قبلها من السابقه. هذه الدورة اللي هي 24 مميزة بالمبادرة، بعدد دور المشاركة، بحركة الناس، يعني إقبال ما شاء الله، يعني إقبال كلش قوي من كافة الفئات العمرية مثل ما قلنا. بلي. طيب بين المشاركات السابقة والمشاركة الحالية، سابقا كانت تكون يقام المعرض بقاعات مختلفة، وهذه هم الميزة هاي بفضاء واحد. اليوم فضاء واحد وقاعة كبيرة مكيفة فكلها متجمعة هنا. فذيك الدورة السابقة كانت تقريبا 4 قاعات، فال يعني اللي يجون لهنا الناس العوائل تجي شوية تتعب، مرات تشوف قاعة قاعتين تتعب، بينما هسه لا كلها بقاعة واحدة فضاء واحد. أنت مع أنه يكون بفضاء واحد؟ أكيد طبعا، أفضل يعني لنا حتى نجتمع كلنا سوا، أفضل يعني للعائلة بصورة عامة. للرواد استاذنا العزيز الله يسلمك، الله يخليك كل اهلك. بالتاكيد انه من تكون قاعه واحده وفضاء واحد يجمع كل هاي دور النشر اللي موجوده هنا والناس اللي تجي، يعني ما راح يتعب الزائرين اللي موجودين، باعتبار انه ما راح يدخل قاعه وقاعتين، قاعه واحده بامكانه يشوف كل الاشياء اللي موجوده هنا، كل دور النشر وايضا كل ما موجود بداخل أورقة المعرض. أستاذنا السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شلون الأشياء؟ يعني الأجواء، المبيعات، خصوصا أنه المعرض شارف على الانتهاء. نعم، دارنا دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لمؤسسة جامع الأمة للثقافة والإعلام، حريصة كل الحرص على المشاركة في هذه المحافل الثقافية وخصوصا معارض الكتاب، كون هذه المعارض تساهم في دفع ودعم وتحريك عجلة الثقافة في العراق، حيث تتلاقح الأفكار والتعرف على آخر النتاجات المعرفية في كافة العلوم. دارنا تشرفت بعرض أغلب عناوين الشهيد محمد باقر الصدر والشهيد محمد صادق الصدر والسيد مقتدى الصدر والمجموعة الكاملة للمفكر الأستاذ علي الزيدي. طبعا الإقبال واسع هذه السنة في هذه الدورة 24، وهنالك عدة وزارات شاركت في دعم من أجل الحصول على الكتاب. أنه هاي الفترة فترة 10 أيام كافية بخصوص المعروض؟ الصراحة هي فترة غير كافية، ولذا هم قاموا الآن
بتمديد المعرض إلى يوم الجمعة. مشكورين طبعا القائمين على إدارة هذا المعرض. يعني ما كافي أنه ممكن أنه بالدورات المقبلة تطمحون أكثر تكون؟ إن شاء الله إن شاء الله، والله نتمنى أنه تكون بعد أكثر. مبادرة اقرأ بدي أسألك عنها. نعم. شلون يعني أنتم كدور نشر اليوم شلون تقيموها؟ أنا يعني بالنسبة يعني للزائرين قيموها الناس، لكن نعم. أنتم كدور نشر اليوم اعتبار المعني شلون تقيمون هالمبادرة؟ والله هي مبادرة تساعد كثيرا طلاب الجامعات غيرهم ذوي الدخل المحدود في الاقتناء الكتب. نعم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. يا الله يوفقكم. نعم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد أنه أستاذنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. قد ما حلو عثرت فيك. الله يبارك فيك. الله يسعدك. تسلم حبيبي. الجاية الأولى؟ الجاية الأولى؟ لا زيارة ثانية. زيارة ثانية؟ نعم. وقت زرتها الزيارة الأولى؟ زرتها قبل 3 أيام وما كفى الوقت. يعني تجيت اليوم لأن ما كفى الوقت لو أكو فد أشياء فاقتنا هنا؟ لا ما كفى الوقت أنه أمران عليهم كلهم الدور. بس هاي اليوم قاعة واحدة. أنا سبق وأنا هي كانت في سنين سابقة 3 قاعات. نعم. اليوم قاعة واحدة ما تقدر تكملها بيوم؟ أحاول إن شاء الله أكملها لأن بس لا كبرت. ها؟ بس لا كبرت. طبعا كبرت. طبعا كبرت. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الله يبارك فيكم ويحفظكم. أشكركم. أسعار زينة. يعني أسعار زينة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نون دور نشر متنوعة ويعني تشبع نهم القارئ اللي يريد يطلع يلقى دور كبيرة ومحترمة جيدة بها يعني أسماء كتب كثيرة. والحمد لله والشكر. من يا كتب تحب انهم تقتنيها الادبيه الدينيه؟ والله اغلب يعني اغلبها الدينيه وكذلك الكتب الفكريه وكتب الدينية الادبيه هم يعني متنوعاني في القراءه، لذلك اجي يومين وربما اجي مره ثالثه اذا ما كملت اليوم وبعدني انا استوى نظبط، فلازم يعني اخذ عدد من الكتب ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيكم واشكركم. يا قناة الايام على الهواء مباشره ان شاء الله. شكرا جزيلا. ست شونس السلام عليكم. تفضلي لهنا. شلون اخبارك؟ الله يخليك ويسلمك. الحمد لله. الزياره الاولى لك بالمعرض؟ لا يوميه اجي من بدا لحد الان. ليش يوميه؟ ندوات دور النشر الراد يعني تركيز يعني مو من مره واحده ومرتين. وطبيعتي بالاخير بالايام الاخيره لما شويه تنزل الاسعار اخذ الكتب اللي اشرت عليها. زين. هي اكو يعني مبادرات المبادره تقرا شاركت بها؟ اخذت من الكابون؟ لا 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 لازم تروحين هسه. الراد وقفه واني ما اتحمل يعني ايه ما عندي من. بالنسبه لدور النشر تقريبا اغلبها مسوي ديسكاونت خصوصا الفتره. اي لا زينه الاسعار يعني. طيب هيك اجواء واحد شلون ممكن يعلق عليها خصوصا انه هاي اول شيء دليل عافيه انه العراق استعاد عافيته، ثقافة بخير، الناس جاي يشوف ما لك محط رجل يعني مثل ما يقولون، والحمد لله والشكر معناتها بغداد تبقى هي منارة للثقافة والحضارة، حب الكتاب هذا يدل على وعي جماعي عند الناس وحب للثقافة وحب للمعرفة وحب للتطور، الحمد لله والشكر احنا بخير رغم كل المحن والمآسي اللي مرينا بها. بخير. نبقى بخير إن شاء الله بوجود ناصر. الكتب اللي تستهويها شنو؟ أنا شاعرة وروائية وأيضا أهتم بالفيزياء الكونية والفلسفة فمن هذا الجانب يعني. ما استثمرت هذا المعرض بتوقيع كتاب أو مؤلف؟ اليوم عندي حفل توقيع ديواني. المرة الخامسة اليوم يصادفون أنه أكو توقيع. أي النهر يعبر فوق رأسي وفي فمي العطش ديوان شعر جديد. النهر يعبر فوق. النهر يعبر فوق رأسي وفي فمي العطش. متوقعي؟ ان شاء الله هسه بالستة راح يبدي ان شاء الله. الله يسلمك. يعني هذا المؤلف الاول؟ لا لا هاي المجموعه الرابعه 10 والروايتين عندي ايضا غير انه اكتب مقالات بالصحف والمواقع الالكترونيه. الله يوفقك ويسلمكم ويحفظكم. ان شاء الله الدوره المقبله توقعين ديوان. الف شكر للي قاموا على هذا المهرجان الجميل الراقي. شكرا جزيلا. الله يخليك. نعم مشاهدي الكرام والله العظيم يعني ما اعرف شلون اعبر عن سعادتي وفرحتي خصوصا انه المتحدث الخامس تقريبا عنده اليوم توقيع كتاب و
يعني هذا الشيء حلو انه حتى بين شباب بين شاب بين كبير في السن جاي يستثمرون المعرض ويوقعون كتابهم. هاي شنو هاي اللعبه شلونكم؟ والله اول مره لاعبين. شنو اللعبه؟ لعبه ما ادري شنو هاي اللعبه. والله جينا نتونس. نتونس غير تعرفه شنو؟ ما ادري بيها شنو. يا اهلا وسهلا حياك الله. انت ما تعرف؟ ايه متدربين هنا. أنا هذه لعبة كوريدور، هذه لعبة عالمية، لعبة تخطيط، نقدر نلعبها من شخصين إلى أربع أشخاص. الفكرة من اللعبة إنه أنا أكون أوصل للجهة المقابلة أول، وعند كل لاعب نطيب بلوكات هنا أنا حواجز. عاشت إيدك. يحق له يستخدم هاي الحواجز حتى يعيق تقدم اللاعب اللي منافس إله. شلون كل خطوة يلعب لعبة؟ يقدر يلعب على البلوك مرة، يقدر يلعب على اللاعب اللي عنده يحركه خطوة. فمثلا هسه هم جاي يلعبون هنا، فهو جاي يسوي يصير مثل المتاهة، يغلق عليه الطريق حتى هذا يضطر انه يصير المسافة عليه ابعد. كل دور إله راح يتحرك خطوة واحدة عليها. خطوة واحدة. اي اشبه بالشطرنج. بالضبط، احنا نعرف الشطرنج لانه هي تقريبا اكثر لعبه شائعه نعرفها. نعم. كوريدور ايضا هي لعبه عالميه. ذني العاب تخطيط. بالضبط كاصل الفكره هي اجنبيه، بس بالضبط اي دوله انا ما ادري. اي هذني صنعناها على شكل عملاق، حجم عملاق من عدن الموجود المتوفر هو يكون الحجم الاعتيادي الصغير من عدن. هذا صنع عراقي؟ لا اكيد مو بالعراق. هذا صنع يعني سهل وما يراد هو سهل ما يراد لشيء، ولكن هو يعني الصناعة عندنا ان انا يراد لها عقبات كثيرة يكون نتجاوزها. لا سائل نجاري يسويها؟ لا ما اعتقد نجارينا صعبة عليهم، لان نوعية الخشب هنا عندك وطريقة الحواف وصياغة الخشب اللي بيه لا متقنة بدرجة عالية، لان هاي قياسات. موجودة هاي بالعراق زي يلعبوها؟ لا هاي اول مرة تنزل بالعراق واول مرة نستخدمها هنا في معرض بغداد الدولي. غاية منها اليوم مو للبيع، هي لا هي صارت ألعاب فكرية جبناها فقط للتجربة، أنه الناس هنا تجرب في شيء مختلف. يعني إحنا اليوم اعتادينا موبايل آيباد 24 ساعة، ومن جهة الألعاب اعتادينا على نمط معين اللي هو طاولة دومنة. كلش إذا كان شوية بيها دي يلعب شطرنج. فهذه اليوم لا أريد نجرب أنه أكو شيء موجود على مستوى العالم، إحنا نحاول هنا أنه نذلل هاي العقبة، نحاول نوفر هاي الوسائل، نحاول نوفر هاي الألعاب. أعمار متفاوتة موجودة، أطفال، الكبار، الصغار، شباب، موجود على الأنواع كلها موجودات. أتمنى لك التوفيق حبيبي. حياك الله. أهلا وسهلا. عرفت لو بعده؟ لا وكل شيء ما عرفت. ليش ما تروح تلعب دعاوى؟ لا لا مو دعاوى، بلياردو. بلياردو. إيه. يلا التوفيق. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي أنه هو معرض بغداد مو فقط للكتاب، بغرض ما أنه يعني هساي التجربة شفتوها بعض المؤسسات مشاركة هنا من أجل أنه تنقل تجربتها، تثقف وتروج لمبيعاتها وما شابه ذلك من المنتجات اللي موجودة. لكن احنا متواصلين وياكم طيلة الأيام الماضية وأيضا الأيام المقبلة. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل. إلى اللقاء.